اهلا بحضراتكم من جديد. طيب قبل ما ادخل في التفاصيل الكوره والماتشات وماتش الاهلي امبارح وقرعه دوري ابطال افريقيا النهارده، كان في مؤتمر صحفي مهم جدا للنادي الاهلي، يمكن حضره الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره، بخصوص مشروع الرعايه الصحيه اللي تم الاتفاق عليه مع شركه ايدم للخدمات الطبيه. يمكن هذا المشروع او النادي الاهلي تحديدا مش بيتعامل مع الرعايه على ان فكره الفرق الرياضيه ولا الاهتمام بالالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه، لا، النادي الاهلي بيتعامل كمؤسسه عنده اعضاء وعنده موظفين وعنده عاملين وعنده فرق رياضيه وعنده فريق كوره، عنده حاجات كتيره جدا بيشتغل عليها. النهارده في فكره انك تعمل تعاقد مع شركه للخدمات الطبيه عشان هذه الشركه تقدم او تقدم خدمات طبيه لاعضاء النادي والعاملين والموظفين في النادي الاهلي، ده انا بعتبره عنصر مهم جدا من عناصر نجاح النادي الاهلي، وهو الاهتمام بكل العناصر اللي موجوده في منظومه النادي الاهلي. وكمان انت مش بتهتم بالبنيه التحتيه بس، لا، انت واخد الهرم كله من تحت لغايه فوق، البنيه التحتيه، الفرق الرياضيه، الاعضاء، العاملين، الموظفين، فريق الكوره، النشاط الرياضي، كل الامور دي بالتاكيد محل اهتمام من قبل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. الكابتن الخطيب النهارده اتكلم على ان الاهلي منذ نشاته في 1907 ورغم تعاقب الادارات والمناصب، لكن عنده منظومه متكامله من عناصر متوافقه بتضم الاعضاء والجماهير والعاملين وكمان والفرق الرياضيه، وان المنظومه دي مترابطه بشكل كبير جدا وفي دايما هدف الكل بيشتغل عليه خلال السنوات الاخيره، وده مش من النهارده، ده من اول ما تم انشاء النادي الاهلي عام 1907.